فرحه بمولد السيد المسيح، أجواء رائعة من الفرح والسعادة. لكن تنقصنا بهذا الزمن هو الأموات اللي سقطوا بعرس بغديدة، هي هاي اللي خلت هذا الجرح بهذا العيد. فاقتصرنا الاحتفالات بس الاحتفالات الكنسية، احتفالات يعني تقتصر على الزيارات بين الأهل والأحبة هاي الزيارات. أتمنى السلام لكل العالم بالعراق خاصة وبفلسطين ودول العربية أجمع. صراحة شعوري هالسنة شوي مختلف عن باقي السنين يمكن اللي مرت على الأخبار والفاجأة بالأخص اللي سمعناها بالفترة الأخيرة، فاجأة الحمدانية. فشوية هالسنة الموضوع مختلف تماماً. يعني نتمنى أنه هيك أخبار بعد ما نتمنى نسمعها، ونتمنى حقيقة من نقول أنه الأمن والأمان حقيقة يكون أمن وأمان هالسنة. أمنياتي على هذا العيد يعم الأمن والاستقرار على البلد مالتنا، ويكون الوضع الاقتصادي مال البلد إن شاء الله السنة الجاية أحسن، وما يكون أكو فقر بهذا البلد. بالعيد إحنا دائما نلتم بيت الأب والأب الكبير، مثلا إحنا مثلا الأبناء يروحون دائما يعيدون بيت أهلهم، إذا واحد متزوج أول شيء يعيد بيت أهله وبيت أهل مرته همينة، وطبعا يكون أكو فد أكلة حلوة، خاصة إحنا دائما بالعيد نسوي أكلة الباتشة